السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. عاوتاني كما شفتوا شفنا بزاف الحوايج في هاد لا فورماسيون على ريد بابل، ولكن بقات لينا واحد الحاجه هي اننا الا لحنا شي ديزاين شي مرات يقد تجي الكوبي رايت او تريد مارك ويخرج لينا على الحساب ديالنا كامل. فهاد الحلقه غنحاولوا نشوفوا هاد القوانين اللي خصنا نحميو راسنا اننا ما نخترقوهمش في ريد بابل. ومن اهم هاد القوانين هو الكوبي رايت والتريد مارك، هادو اللي غنشوفو في هذه الحلقه. وقبل ما نبداو هذه الحلقه كنتمنى انكم تشاركوا في القناه وتخليو لنا على سبسكرايب ولا لايك ودي كومونتير اللي يكونوا زوينين، ونمشيو دابا للبي سي باش نشرحوا لكم هذه القوانين. نبداو الشرح ديالنا على الكوبي رايت والتريد مارك. كما كتعرفوا ان الكوبي رايت ممكن انها تكون فيلم، ممكن تكون برنامج، ممكن تكون مقولة، ممكن تكون أغنية، ممكن تكون كتاب. أما بالنسبة للتريد مارك، التريد مارك هو واحد الحاجة اللي كتخليك تعرف بها واحد الماركة أو واحد الشركة. مثلا ملي كنشوفو واحد اللوغو، مثلا ام بالصفر، كنقولو ديريكت أننا كنهضرو على ماكدونالدز. يعني التريد مارك ممكن أنها تكون لوغو، ممكن تكون شعار، ممكن تكون واحد التصميم ديزاين، يعني واحد الكتبه بواحد الطريقه كتكون حتى هي تريد مارك. يعني ماشي انا غير صايبت واحد الديزاين، يعني بيدك طاحت عليك واحد الفكره وصايبت هذاك الديزاين، راه ميمكنش يكون كوبي رايت. لا، راه ممكن تكون غير شي كلمه وتخرج عليك ويسدوا لك الكونت ديالك كامل. ولا مشاك الحساب، كاينين بعض المواقع اللي ميمكنش انك تعاود تصايب فيهم كونت اخر، يعني خصك واحد الطرق اخرين باش تصايب كونت عاوتاني. وهاد الكوبي رايت باش كتجي، حيت حنا ما كنعرفوش الثقافه الامريكيه، يعني شنو عندهم. مثلا هما ما كيعرفوش شنو عندنا في المغرب كثقافه، شنو الحاجه اللي طاريه عندنا. بحال مثلا غنقول لك هادي زرده 55، يعني هاد الكلمه ما غيعرفوهاش هما، يا الامريكيين ما غيعرفوهاش على المغاربه. ملي غتسول المغربي غيقول لك هادي واحد الكلمه تقالت في الفيلم ديال فركوس، يعني حنا غنعرفوها، ولكن باش امريكاني يعرفها ما غيعرفهاش. نفس الحاجه، يعني حنا ما نعرفوش اي حاجه كاينه في الثقافه الامريكيه. دونك هذا الشيء اللي كيخلي الناس كيطيحوا في الكوبي رايت بزاف، وكتبقى الوسيله الوحيده باش نعرفوا هي اللي غادي نشرحوا اليوم. اول طريقه كتكون هي بجوجل، يعني جوجل كدير البحث ديالك على ديك الكلمه وكتشوف واش فيها الكوبي رايت ولا لا. مثلا كما كتعرفوا الشركه ديال نايكي، الا مشينا درنا بحث كيطلعوا لك هنا بان راه شركه تكخيات في 1971. يعني هنا كنهضروا على الكوبي رايت، يعني ما يمكنش انك تدير العلامه ديال نايكي ولا انك تكتب هاد السميه. يعني عن طريق جوجل ممكن انك تعرف ديك الكلمه اللي كتبتي واش فيها الكوبي رايت ولا لا. الطريقه الثانيه، مثلا كنشوفوا هاد الكلمه كندخلوا لهاد الموقع اللي تابع للحكومه الامريكيه USPTO. هاد الرابط راه غنخليه لكم في صندوق الوصف، يعني كاع الروابط غنخليهم لكم في صندوق الوصف تتشوفوهم. ملي كتدخلوا لهذا الموقع كتجيو هنايا البحث، كتجيو هنا بيزيك، صافي كتطلع لك هاد لاباج هنايا كيقول لك واش بغيتي البحث على الكلمه كامله ولا غير واحد الكلمه. حنا غنخليوها هكا. هنا كيقول لك واش بغيتي داك التريد مارك تكون اكتيف يعني لايف هايا، ولا بغيتي التريد مارك اللي يكونوا حبسوها او انها ماتت يعني ما بقاوش كيخلصوا عليها. حنا غنديروا لايف يعني اكتيف. كتشوف هنايا كتخليوها نفسها. بالنسبه للريزولتا كتخليو هذه نفسها. هنا كديروا الكلمه اللي بغيتوا تقلبوا عليها. حنا غنديروا اللي لقينا قبيله في ريد بابل، نديروا هنايا ونديروا البحث. فكدير البحث كتطلع لك هاد النتائج كما كتشوفوا، يعني هذه عليها تريد مارك. هاي هنايا كما شفتو، هنايا هاي اكتيف. هنا كاين السيريال، هاد السيريال شي مرات ما كيكونش، الا ما كانش ممكن انك تصيب هذاك الديزاين، ولكن غتعرف ان من هنا لحد شهرين 3 شهور ممكن انهم يحيدوا لك داك الديزاين ويضربوك بالكوبي رايت. حيت كما كتعرفوا انك باش تسجل واحد الكلمه او واحد لا مارك كدوز من واحد المراحل طويله. يعني اول حاجه كتكون لايف، ومن بعد عاد باش كيعطيوك هذاك السيريال. يعني انت ملي ما غيكونش هاد السيريال يعني ممكن انك دير حيت باقي يلاه كتسجل، ولكن نهار غتسجل ديك الساعه غيخصك ضروري تكون حيدتي الديزاين ديالك ولا غيحيدوه لك.
ومن الافضل انكم الى لقيتوها اكشيف بلا ما ديروا هذاك الديزاين نهائيا، حاول رعت الله الديزاينات دونك حاول بلا ما دير، حيت من هنا 3 شهور او شهرين او غدا تولي انت في مشاكل. حاجه اخرى كاين هذا لو كود كما كتشوفوه ديال ستاندر كاركتير، هذا الى بان لك شي تريد مارك حاول انك ما ديروش نهائيا هذاك التريد مارك نهائيا، حيت اون فوا كيكون هذا الكود عرف ان هذاك الديزاين غيحيدوه لك. وكاينين ارقام اخرين مثلا المارك تيب وستايليزيت، يعني هادو حتى هما حط هاد لي كود اخرين. هاد لي كود الاخرين كيقول لك مثلا ان هاد الجمله ما ديرهاش ليا جوج سطوره، ولا ما ديرهاش في سطر واحد، ولا مثلا كما كتشوف هنا هاد ال كبيره و اي صغيره ما ديرهاش ليا بحال هكا، دير ليا مثلا كل شيء كبير. يعني كيكون عندهم حد لي كاركتير خصكش ديرهم، حيت الا درتيهم ديك الساعه كتسمى تريد مارك. ولكن كما قلنا الا شفتوا هاد الرقم 4 يعني ستاندر كاركتير حاولوا انكم ما ديروهاش نهائيا. ثالث حاجه كاينه هذه كما كتعرفوا الكود ديال لي تيشيرت وكاع الحوايج هو هذا 0.25، حيت كما كتعرفوا ان التريد مارك كيكون في بزاف الحوايج، كيكون مثلا في الحوايج، كيكون في المنتجات، كيكون في شي حاجه ديال فارماسيان، ديال اي حاجه ديال التجاره، يعني كيكون تريد مارك في شحال من حاجه، ماشي ضروري غيكون غير في الحوايج. الحوايج كنرمزوا لهم بهاد 0.25. وكما كتشوفوا كاينين كودات اخرين، ولكن حنا اللي عندهم علاقة بينا هما 0.25. يعني هاد الجملة اللي لقينا هنايا ما خصناش نديروها نهائيا في الحوايج، حيت هما عاطينا ان ما عندكش الحق انك ديرها في الكود 0.025. دونك بحال هكا كتشوف تريد مارك، يعني هاد الكلمة ما خصناش نديروها كتريد مارك. الموقع الثالث اللي غنشوفه هو هذا. هاد الموقع بالزوين انه كيقسم لك ديك الكلمة، مثلا الكلمة اللي عطينا اللي كانت عندنا قبيلة كانت يعني طويلة كما كتشوف، يعني ممكن غير هاد الكلمة هي بوحدها اللي تكون فيها تريد مارك، ولكن حنا كنمشيو نكتبو هاد الكلمة كاملة دونك كيقول لك لا ما فيهاش تريد مارك. يعني هاد الموقع بالزوين انه كيقسم لك الجملة وكل كلمة كيشوف واش فيها تريد مارك. حنا فين ندخلو هاد الموقع غنجيو لهنايا، هنايا عاد باش غنكتبو الجملة ديالنا صافي ودير البحث. فين كدير البحث كتحاول تورك على هادي بالخضر، وهنا كيعطيوك كاع الكلمات اللي عليهم الكوبي رايت. كما كتشوفوا هاد الكلمات واخا عليهم الكوبي رايت، ولكن هاد الكلمات اللي اي واحد كيقولهم في حياتنا، يعني ماشي ضروري انهم صافي غير داروهم لينا هنا كوبي رايت، راه كوبي رايت ما خصنا كاع نديروهم نهائيا في التديزاين. مثلا هنا غتلقى صباح الخير، صباح الخير كنقولوها ديما حنا في حياتنا، يعني ماشي ضروري خصها تكون كوبي رايت صافي حيت واحد مشى سجلها راه غتكون كوبي رايت. حيت كاينين واحد الكلمات اللي بحال هادي دابا كتبان لك غير كلمه واحده ماشي ضروري انها تكون كوبي رايت. هنا كما كتشوفوا هاي الكلمه عندنا كامله كوبي رايت، وهنايا كما كتشوفوا انها غير مسجله قبيله لقيناها مسجله هنا غير مسجله، يعني هاد السيت ما كيعطيكش داك الشيء اكزاكت، ولكن كيعاونك انك تقسم به الكلمه، يعني ما تعولوش عليه بزاف ولكن كيبقى سيت زوين. السيت الرابع اللي غنشوفو اليوم هو هذا الموقع، غنخليه لكم في الديسكريبسيون. ملي كتدخلوا ليه كتجيو لهنايا بلاصه ديال التريد مارك، اولا خصكم انكم تسجلوا في هذا الموقع باش ممكن انكم تجيو لهاد التريد مارك. هاد الموقع كيكون بفلوس، الا بغيتي تشوف مثلا المنتجات اللي كيتباعوا او المهم تشوف الخدمات اللي فيه، ولكن هاد البلاصه ديال التريد مارك هادي مخليينها لكم فابور. كتجي لهنا تريد مارك هاد البلاصه وتكتب فيها ديك الكلمه صافي دير بلوس، ها هو كيبقى واحد شويه وكيقول لك ها هي كما شفتيها ولات كلها بالاحمر، يعني كامله تريد مارك. يعني هاد الموقع كيبقى احسن من هاد الموقع، ولكن هذا بالزوين انه كيفلي لك الكلمات، ولكن هذا حتى هو كيبقى واعر، حتى هو نفس الحاجه ديال هذا نفس الحاجه ديال هذا، ولكن انا كيعجبني بزاف هذا الموقع. وكما كتشوفوا هنايا انه كيعطيك الحق في 100 جمله انك تقلب عليها، ولكن مثلا وصلت ل 100 وما بقاش عندي
الحق انني نعمر. كتجي هنا كتمسح هذا كيعطيك من الاول عاوتاني هاي الشيء 100، تبقى ديما بحال هكا. يعني هذا فابور ممكن انكم تستعملوه غيعجبكم بزاف. الرابع موقع ولا ما عرفت خامس وقيله هو هاد تريد ماركيا. هاد الموقع كتجيو هنايا تكتبوا الكلمه ديالكم وتقلبوا عليها. فك تقلب عليها كما كتشوفوا كاينين اربعه ديال لي كاتيجوري او ثلاثه، كاينه لايف يعني اكتيف، كاينه هذه انها ماتت بالاحمر يعني ما بقاوش الناس كيخلصوا عليها او ما بقاوش مسوقين ليها ياك، وكاينه هذه فيمس. فيمس كتكون الماركات الكبار. المهم شوفوا هذه مثلا، ها هي كما كتشوفوا هنايا بالخضر يعني هذه فيها الكوبي رايت. بالنسبه للفيمس مثلا ناخذ نايكي، فين غدير نايكي غتعطيها لك بزاف. هانتوما كما كتشوفوا كتعطيها لك بالزرق حيت هذه ماركه اللي عالميه يعني فيمس. وفي هذا الموقع ممكن انكم تسجلوا اللوغو ديالكم او الشعار او اي حاجه، ولكن حنا ما عندنا ما نديرو بهذا الشيء. المهم حنا كنشوفوا غير تريد مارك. يعني هاد المواقع هما اللي ضروري انك تشيكي فيهم. كاين اول واحد هو يو اس بي تي او، هذا ضروري خصكم تشوفوه. من بعد تشوفوا تخدموا بهذا ولا بهذا اللي بغيتو. انا كنصيحه حاولوا تخدموا بهاد الثلاثه. كاين واحد الكوبي رايت اللي الناس مكيديوش عليها نهائيا ولا مكيتسوقوش لها، وشي مرات كيتسد ليهم الحساب ديالهم مكيعرفوش علاش، واخا انهم تشيكاو الكوبي رايت تشيكاو كلشي على العنوان ديالهم، ولكن شي مرات لي تاغ حتى هما فيهم الكوبي رايت. نحاولو نحطو نحاولو ناخدو دي تاغ اخرين. هادو معجبونيش ندير كافي، عطينا شي ديزاين مثلا. نشوفو هذا، نشوفو لي تاغ لي داير. كما شرحنا في الحلقات اللي قبل انك كتسيليكسيوني هادو ياك، كتمشيو للديليم الى عقلتو عليه اللي كنا كنديرو به الفصيله. كنحطو هادوك لي تاغ هنايا تاهما، كل تاغ في السطر. ديك المره كنا كنديرو فصيله، اما دابا نحاولو نديرو اسباس بيناتهم. يعني ها هي نديرو هنا باش كتعطينا في سطر واحد وكل وحده اسباس حدا. صافي سيليكت دي لا كوبي. غنمشيو نرجعو لهاد الموقع. هاد الموقع كما كتشوفو كيعطيك الماكسيموم هما 10 سطور. هادشي علاش مشينا درنا هاد اللعيبه ديال ديليم، حيت كنا خليناهم بحال هكا. شوف شحال كان من سطر، تقريبا 29 سطر، هما عندنا الحق غير في 10. هادشي علاش درناهم بحال هكا جنب ودرنا بيناتهم اسباس. فين غنجي نحطهم هنايا؟ ها شي مرات كيكونوا عندك بزاف ديال الحروف، مثلا هانتوما مثلا هنا هكا تقريبا قدوك. كيقول لك عندك غير 256 حرف في كل سطر، يعني سطر واحد. حنا باش نتفاداو هادشي عاطينا هما 10 سطور، مثلا هادي كلها طاق وحده، دونك نحاولوا نديروها في سطر اخر. هاي فين درنا في سطر اخر صافي تحيدات لينا. دونك ديما نحاولوا تقسموا هاد لي طاق ديالكم، غير حاولوا انكم فين تقسموا لي طاق ماشي تحاولوا تقطعوا شي طاق من الوسط. مثلا نجيو هنايا مثلا هاد الطاق كوفي لافرز، هاد الطاق ماشي غتجيو نتوما مثلا هنايا فين هي هي هادي، ماشي انت غتجي من هنا ودير لها بحال هكا. يعني الا درتي لها بحال هكا بحال قسمتيها ولات هي في سطر اخر ما عندها حتى علاقه بهذا السطر. دونك فين غنبغيو تشيكيو تريد مارك غيشوف لينا غير هذه بوحدها، ما غيشوفهاش مع هذه. دونك من الافضل انكم تخليو داكشي هو هذاك. دونك صحنا هذه نحيدو هذه صافي حيدناها. صافي دير غوشيرش، فين غدير غوشيرش كنا نوركو على الخضر عاوتاني. هنا كيعطيوك الكلمات اللي ممكن انهم يكونوا كوبي رايت. بحال هاد الكلمات كما قلنا قبيله كتكون غير كلمه، يعني ماشي ضروري انها غتكون تريد مارك. انتوما مثلا هاد الكلمه فيها جوج وعندك انها كوبي رايت،
إذا كنتي شاك فيها تقدر تحيدها، من غير ما نحيدوها نرجعو الديليم ونقلبو عليها، هي هادي ياك، دونك نحيدوها مثلا، هادي تاهي اش كيجي فيها دونك تحيدها صافي، باش نخليهم بحال هكا ونرجعو هنا نديرو عاوتاني فيغكول صيفطهم، هما ولاو بالفيغكول سيليكت صافي، وتجيبهم الديزاين ديالك وتحطهم. يعني هكا كنتشيكيو من لي تاغ واش فيهم كوبي رايت تريد مارك، وكنجيو حتى العنوان تا هو ونتشيكيو واش فيه كوبي رايت تريد مارك، ضروري هادو بجوج صافي. وتبعوا غير هاد الشيء، ما غاديش يتسد لكم نهائيا الحساب ديالكم، حيت غتكونوا خدامين قانونيا. كما شفتوا ان الكوبي رايت والتريد مارك يلعبوا واحد الدور كبير كبير كبير، اننا خصنا نحميو راسنا وما نمشيوش لديك الطريق اننا نبداو نديرو كوبي رايت. مثلا في هاد مؤخرا خرج مسلسل اللي سميتو سكويد جيم، اللي بزاف الناس مشاو داروا وقال لك لا ما غتشطناش كوبي رايت والتريد مارك، ودابا بداو كيمشيو لهم الحسابات ديالهم. هادشي علاش ديما انا نمشي قانوني، ماشي ضروري انني نربح 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 نربح، لا نلعب على واحد لون تيرم، يعني بشويه بشويه عليا حتى لواحد النهار نبدا ندخل ندخل ندخل. هادشي اللي بغيناكم انكم توصلوا ليه. المهم الفيديو ديال اليوم سهله، كنتمنى انه يعجبكم، الا عجبكم ما تنساوش تخليو لنا على سبسكرايب ولا لايك وديك كومونتير اللي يكونوا زوينين، ونشوفكم في الحلقه الجايه. تهلاو ليا فراسكم، باي باي.